إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم أنوار. أنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، والذي يلتقيكم كل أسبوع لينقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. في هذه الحلقة، الجامعة تستقبل أكثر من 16,000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس. غداً الجامعة تستضيف التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. برنامج تعاون يجمع بين الجامعة وهيئة تقنية المعلومات في مجال البرمجيات الحرة. معكم في الإعداد مروى بنت حمد أنبو سعيدية، ترافقكم في التقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج منى بنت سالم المسلمية. نتحدى الصعاب وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معكم بمجموعة من الأخبار. استقبلت جامعة السلطان قابوس طلابها البالغ عددهم أكثر من 16,000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس موزعين على الكليات العلمية والإنسانية، وتم إنهاء إجراءات تسجيل المواد الدراسية للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المواعيد المحددة سابقاً، وللطلبة الراغبين في تعديل جداولهم الدراسية، وتم إنهاء حالات التعارض في التسجيل بالتنسيق بين العمادة والكليات. وقعت الجامعة وهيئة تقنية المعلومات برنامج تعاون في مجال بناء الكفاءات وتطوير البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر. ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور، أهمها تكثيف التوعية فيما يخص فوائد استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وتعزيز دورها في تطوير الابتكار وريادة الأعمال وبناء الكفاءات. كما يعمل البرنامج أيضاً على تطوير حلول وتطبيقات لمختلف المؤسسات العامة والخاصة، وعلى توفير الدعم التقني المطلوب لها. اختتمت الجامعة اليوم حملتها للتحصين ضد مرض الحصبة، واستهدفت الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة في الجامعة، وذلك تزامناً مع تدشين السلطنة للمرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين للفئات العمرية من 20 إلى 35، والتي نفذتها وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى من 10 وإلى 16 من سبتمبر الجاري. للحديث أكثر عن الموضوع معنا الدكتورة زكية بنت قحطان البوسعيدية، رئيسة لجنة تفعيل الحملة الوطنية ضد الحصبة بالجامعة، واستشاري أول في طب الأسرة والمجتمع. دكتورة زكية، مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار.
مساء النور، أهلا وسهلا فيكم المستمعين. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتورة، نتحدث عن مرض الحصبة وتأثيره على صحة الإنسان. مرض الحصبة هو مرض معدي شديد العدوى، لأنه ينتقل بسهولة عن طريق سعال الكلام مع المريض، مثلا الرذاذ المتطاير من الكحة. هو سبب فيروس الحصبة، غالبا يصيب الأطفال، لكن ممكن بعد يصيب أي فئة عمرية إذا كان الشخص هذا ما حصل على التطعيم أو أنه لم تصبه الحصبة يعني من قبل. بالنسبة لتأثيراته، تأثيراته قوية خصوصا على الأطفال صغار السن من الرضع مثلا، وعلى الأشخاص اللي مناعتهم قليلة، أو مثلا على فئات معينة مثل الحوامل، لأنه ممكن يؤدي إلى مضاعفات عند المرأة الحامل. ونفس الشيء على كبار السن. يعني هل هو يعتبر من الأمراض التي لا قدر الله تؤدي إلى الموت إذا لم يأخذ المريض التحصين ضده؟ ممكن تؤدي إلى الموت لا سمح الله، خصوصا مثل ما قلنا في فئة الأطفال الرضع، لأن هذه الفئة مثل ما تعرفي إن لا زالت مناعتهم ضعيفة ومقاومتهم للأمراض نفس الشيء ضعيفة، فإذا أصاب فئات معينة بالذات ممكن يؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. بجانب هذا، إن في بعض المضاعفات ممكن تكون مضاعفات خطيرة للمرض غير عن الوفاة. يعني مثلا إذا أثر على العين ممكن يؤدي إلى العمى، أو ممكن يؤدي إلى مضاعفات على الدماغ، فتترك آثار طويلة المدى بعد كذا، يعني ما ممكن أنها هي تتعالج. ما هي أعراض هذا المرض؟ الأعراض المعروفة عند الناس اللي هو الطفح الجلدي اللي يصيب الجلد، لكن في أعراض أخرى اللي هي أعراض الجهاز التنفسي، تشبه أعراض الزكام، يعني ممكن يكون في كحة، ممكن يكون في سعال. بعد الحمى طبعا من أهم الأعراض، ارتفاع درجة الحرارة نفس الشيء ممكن يأثر على العين، يسبب احمرار وحرقان في العين. وممكن بعد يأثر على الأذن كمضاعفات. ومثل ما قلنا من ضمن المضاعفات نفس الشيء القوية اللي هي التأثير على الدماغ، وبعد التأثير على الجهاز التنفسي، يعني تحصل التهابات في الرئة مثلا. يعني تأثيراته تشمل أجزاء مختلفة من جسم الإنسان. طيب هل هناك بيئات معينة يعني ينتشر فيها هذا المرض؟ تقصدي دول معينة؟ هو الفترة الحالية المرض منتشر في دول كثيرة في العالم. يعني أولا المرض لفترة مثل ما تقولي كان تحت السيطرة، لكن أحيانا تحصل ظروف معينة في العالم، ممكن تحصل تغييرات في الفيروسات نفسها بعد تسبب ظهور هذه الأمراض من جديد، أو ما تكون هي انتهت تماما في كل الدول. فهذا السنة في عندنا حالات سجلت في السلطنة هذا السنة والسنة الماضية. بشكل عام في العالم في حالات تسجل سنويا، يمكن عندنا في السلطنة مرت فترات ما كان في عندنا بسبب قوة طبعا نظام التطعيم عندنا في عمان، بس مثل ما قلت لك أحيانا تحصل ظروف عالمية يعني ممكن تأثر، لكن الحالات حاليا موجودة في دول كثيرة يعني ما فقط عندنا. أنا أعرفها خلال هذه السنة إلى الآن أكثر من 100 حالة يعني مسجلة عالميا في السلطنة. أكثر من 100 حالة في السلطنة. وهذا يقودنا إلى السؤال، يعني يتبادر في أذهان المواطنين، لماذا الآن بالذات يعني هناك حملة نشيطة وتوعية ضد هذا المرض؟ مثل ما قلت لك، يعني هو قبل كذا كان نظام التطعيم عندنا يشمل هذا التطعيم، يعني هذا التطعيم حاليا اللي في حملة التحصين الوطنية موجود أصلا، وكان يعطى ولا زال يعطى للأطفال بداية من عمر سنة وعلى مراحل، لكن لأن ما سجلت حالات خلال الفترات الماضية ما كان في حاجة إلى حملة كبيرة مثل هذه، لكن بما أن في حالات بدأت تظهر
فطبعا لازم يكون في حملة لحماية حملة إضافية لحماية المجتمع من انتشار هذا المرض. لأن مثلا إذا احنا ما نعمل تغطية للمجتمع بشكل عام في فئات ما ممكن تاخذ هذا التحصين، مثلا الأطفال الرضع اللي أقل من سنة ما ينعطى لهم، الحوامل ما ممكن ياخذوا، أو إذا المرأة ما متأكدة أنها هي حامل نفسي لحد ما تتأكد ما تقدر تأخذه. في فئات بعض الناس اللي عندهم المناعة ناقصة بسبب أمراض تأثر على المناعة أو أدوية ممكن تأثر على المناعة ما يقدروا يأخذوا هذا التطعيم، فبالتالي هذه الفئات معرضة إذا وجدت حالات معرضة للعدوى، وبعد كذا تكون يكون نفس الشيء المضاعفات عندهم أقوى. نعم. من الشخص اللي صاحي سليم اللي ما عنده أي أمراض. نعم. فالطريقة الوحيدة لحماية هذه الفئات اللي هي ما ممكن تحصل التطعيم هو تطعيم الفئات الأخرى اللي فبحيث أن يكون ما يحصل انتشار للمرض. أي حساس ما يصاب بالعدوى. يعني ممكن في أشخاص يقولوا لك إن أنا إنسان شاب وسليم وصاحي وما عندي أي مشكلة، طيب إيش يعني مثلاً لو جاني المرض ما بيأثر عليه كثير. أولا ما في إنسان يقدر يضمن تأثير المرض عليه، هذا أولا. الشيء الثاني إنه حتى لو فرضا أن الشخص قال أنا بنفسي وأنا حر وما أطعم، يحتاج يفكر في بقية أفراد المجتمع. في عنده أطفال صغار مثلا في العائلة حواليه، في أي مكان هو يروح له ممكن يتعرضوا، في ناس مثل ما قلت حوامل في معرضين أكثر للمضاعفات. نعم. طيب دكتورة زكية، لماذا بالتحديد الفئة العمرية من 20 إلى 35 يعني؟ صحيح، هذا السؤال وهو بصراحة وزارة الصحة نزلت مثل ما تقولي أسئلة وإجابات اللي هي الشائعة اللي الناس سألوها كثير، يعني موجودة على الموقع، على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تابعة لوزارة الصحة ومواقع أخرى لها علاقة بالحملة. أنا بشرح هنا بس بعد ذكرت هذه المعلومات لأن في أسئلة ثانية يمكن تتبادر للذهن. بالفعل. فياريت أيوة، ياريت كل من يكون عنده فرصة يقرأ هذه مجموعة الأسئلة والإجابات وينشرها بعد للآخرين. بالنسبة لهذه الفئة العمرية في دراسات قامت بها وزارة الصحة على الحالات اللي حصلت. نعم. في السلطنة 100 حالة يعني عشان لا هي أكثر من كذا. بس يعني هذه السنة في حالات، السنة الماضية كانت في حالات. نعم. للأسف ما عندي حاليا الأرقام العدد بالضبط. نعم. أيوة، فما أنا ما أحب أذكر أرقام ما 100% متأكدة منها يعني. نعم. بس في حالات سجلت هاي السنة، في حالات سجلت السنة الماضية. لما دائما في نظام مثل هذه الظروف ان تدرس الحالات بالتفصيل. فاثناء دراسه الحالات اكتشفوا ان هذه الفئه العمريه بالذات عدد الحالات فيها الاغلبيه كانت في هذه الفئه العمريه، او ان حصلت لفئات اخرى مثل الاطفال الصغار وكانت العدوى جاتنهم من هذه الفئه. نعم. فبالتالي هذه الفئه هي اللي عندهم مثل ما يقولوا فجوة مناعية في المناعة عندهم. نعم. ممكن حد يقول طيب هم حصلوا على التطعيم. تحصين. نعم. أيوة بالضبط. هل المشكلة في التحصين اللي خذوه قبل؟ يمكن ما يكون مشكلة في التحصين إنه كان مثلا ما زين أو شيء. لا. بس ممكن تكون احتمال في فترة، إذا في ناس يمكن يتذكروا هذا الشيء، حصل تغيير في جدول التحصينات في الثمانينات. نعم. أنا أتذكر حتى كان يعطى التحصين في عمر 9 شهور وبعد كده تغير وصار في عمر سنة، وتغير نوع التحصين، كان يعطى فقط للحصبة وصار لثلاثة أمراض. نعم. مع بعض ضمن الحصبة الألمانية. نعم. أيوة، فنوع التحصين نفسه، جدول التحصينات تغير، نوع التحصين تغير، احتمال يكون هذا هو سبب الفجوة المناعية هذه. نعم. أيوة، فحصل أنه هذول الأفراد يحتاجوا، كل هاي الفئة العمرية تحتاج إلى جرعة إضافية. جايز عندهم مناعة بس جايز المناعة ما تكون قوية، لأن حتى التحصين بشكل عام ما يعطي 100% مناعة. نعم. يعني حتى لو شخص حصل حتى هذا التحصين الحالي يعني يمكن حصل 95% مناعة. نعم.
مثل ما قلت ان هذا يزيد المناعه عندهم يعتبر حمايه للافراد الاخرين بالاضافه الى انها حمايه لهم لهم. نعم بجانب اذا احنا نتذكر انه معظم الناس حتى في الفئات العمريه الاكبر يمكن قبل ما تبدا تحصينات وكذا جاتهم الحقبه يعني نفسها في فئات كثيره بالفعل يعني. نعم بالنسبه للحمله في الجامعه يعني كيف تم تنفيذ هذه الحمله وعدد الاشخاص ايضا الذين استهدفتهم؟ احنا الحملة في ممكن تقولي معنا كان مرحلتين. المرحلة الاولى كانت تشمل قبل هذا الاسبوع كانت تشمل كل العاملين الصحيين في المستشفى اللي هم في تعامل مباشر مع المريض، ومن هذه الفئة تم تحصين تقريبا ما يقارب 1800 شخص من العاملين الصحيين في المستشفى وحتى من كليات التمريض وكليات الطب لأنهم يتعاملوا مع المرضى بشكل مباشر بغض النظر عن العمر في هذه الفئة، وهذا حماية للمرضى كذلك يعني ما حماية بس لهم. من ضمنهم كان في فئات من عمر 20 إلى 35 وفي فئات عمرية مختلفة. بعد كذا بدأنا فيها خلال هذا الأسبوع بتنفيذ الحملة اللي هي تستهدف الفئة العمرية 20 إلى 35 من جميع الموظفين هذه الفئة الطلبة المتواجدين في الجامعة، لأن هذا الأسبوع هو للأسف ما أنه الدراسة بادية بشكل تام، فاللي موجود في الجامعة من الطلبة خلال هذا الأسبوع في هذه الفئة العمرية التحصين موجود في كلياتهم. نعم ففي عندنا 9 مراكز في الكليات وفي عندنا مراكز أخرى، في عندنا مركز في المستشفى لازال مستمر، في عندنا مركز للعمال المتواجدين لأن بعد الحملة تشمل العمانيين وغير العمانيين. نعم أيوة في عندنا مركز للعمال ومركزين للعمال في الحقيقة، مركز خارج المستشفى ومركز ثاني لعمال المستشفى داخل المستشفى، في عندنا مركز في عيادة طب الأسرة اللي هو لعوائل الموظفين اللي هم من هذه الفئة العمرية. نعم فالحمد لله الحملة يعني الأقبال جيد مثل ما قلت، برغم أنه يعني هذا ما أسبوع مرة كل الطلبة متواجدين فيه، وفريق العمل ما شاء الله ممتاز. أنا أشكرهم يعني لأن الحين فرصة يمكن الواحد يشكرهم وما يؤدي واجبهم وأكثر بعد يعني في تفاني في العمل الحمد لله. كل التوفيق لكم دكتورة زكية بن قحطان البوسعيدية رئيسة لجنة تفعيل الحملة الوطنية ضد الحصبة بالجامعة واستشاري أول طب الأسرة والمجتمع. شكرا جزيلا لك دكتورة زكية. شكرا لكم على التغطية بعد. الله يسلمك. شكرا مستمعين. تسلمي دكتورة. تدشن السلطنة غدا ممثلة في وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بشأن سلامة المرضى تحت شعار التطبيب من دون أضرار، ويقام حفل التدشين تحت رعاية معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة. للحديث أكثر عن الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد بن سالم المنظري استشاري أول في طب المجتمع والصحة العامة. دكتور أحمد مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. الله يمسك من خير والنور أختي العزيزة. الله يسلمك. الله يحييك دكتور أحمد. بداية نتحدث عن مضمون العنوان أو شعار التحدي العالمي الثالث وهو التطبيب من دون أضرار، كيف يحدث التطبيب من دون أضرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إليكم جميعا على الاستضافة، وطبعا مثل ما تفضلت يعني عنوان اللقاء هذا أو التدشين للتحدي الثالث الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في شهر مارس من العام الحالي التطبيب من دون أضرار. طبعا العنوان هذا أو اختيار الموضوع هذا من قبل المنظمة جاء بعد عدة بحوث ودراسات تم نشرها في السنوات الماضية، والتاريخ يرجع إلى العام 1960 يعني تقريبا نوعا ما أول بحث نشر في بخصوص هذا الموضوع، والذي فعلا يعني أثار يعني حجم مشكلة صحية تحصل في مؤسساتنا أو في أنظمتنا الصحية،
وهو الاستخدام الآمن أو الاستخدام الغير الآمن للأدوية وبالتالي أضرار تحصل للمرضى. بعد ذلك يعني تم نشر عدة بحوث ودراسات قبل مختلف الأنظمة الصحية. المنظمة الصحة العالمية بدأت تنظر لهذه البحوث والدراسات وارتأت أنه فعلا حان الأوان أنه يخلق نظام واستراتيجية معينة تتبعها الدول ويتم تطبيقها على شكل مراحل من أجل ضمان حصول المريض سواء في العيادات الخارجية أو المنومين في الأقسام الداخلية على رعاية طبية شاملة آمنة من أي مضار وخصوصا في مرحلة إعطاء الدواء. بالضبط. فلذلك المنظمة ارتأت استخدام هذا العنوان لإطلاق التحدي الثالث. نعم، لكن كيف يحدث فعليا في المستشفيات؟ كيف يتم التعامل فعلا مع المريض في مرحلة العلاج بحيث أن لا تكون هناك مضاعفات جانبية لعلاجه؟ نعم، هو طبعا في عدة إجراءات تتبع منذ اللحظة اللي يتم فيها القرار باتخاذ يعني إعطاء أي تدخل للمريض سواء في العيادات الخارجية أو في الأجنحة، ومن ضمنها طبعا الأدوية، إعطاء الأدوية. فإعطاء الدواء هي يتم عبارة عن يتم يعني من خلال مراحل. المرحلة الأولى هي اللحظة اللي يفكر فيها الطبيب إنه يوصف الدواء لهذا المريض، ومرورا بمشاركة القرار هذا بإعطاء هذا الدواء للمريض خلال الجلسة الطبية، وبعد ذلك صرفه عن طريق النظام، الحصول الصيدلاني على الوصفة الطبية، قيام الصيدلاني والطاقم المساعد بتجهيز الوصفة الطبية إلى إعطاء المريض الدواء الموصوف له، وصولا نهاية إلى استخدام الدواء عن طريق المريض هذا. نعم. ومعرفة المريض يعني بالمضاعفات الجانبية لهذا الدواء وبالتالي التبليغ عنها إن حصلت لا لا. نعم، لأن فعلا دكتور أحمد يعني لا توجد لدينا ثقافة مع ثقافة عند المريض بأن هذا الدواء من مضاعفاته كذا وكذا وكذا، فأعتقد أن هذه الثقافة تبدأ من المستشفى ومن الطبيب المعالج الذي يصرف الدواء بأن يشرح للمريض ما هي تبعات استخدام هذا الدواء. فعلا فعلا مثل ما تفضلتي، يعني هو هذا دور أساسي الواجب على الطاقم الطبي وخصوصا الأطباء بتوعية المريض عن الدواء المستخدم من حيث أهمية الالتزام باستخدام الدواء وكذلك المضاعفات الجانبية مثل ما تفضلتي إن حصلت، وما على المريض القيام به إن حصلت هذه المضاعفات. نعم. وكذلك على المستشفى أو المؤسسة الصحية أو النظام الصحي بأكمله يعني استيعاب أي ملاحظة من قبل المريض أو أقارب المريض على أي مضاعفات جانبية قد تحصل بسبب الدواء هذا، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة. نعم. وفي نظام تسجيل ولله الحمد في السلطنة موجود وقوي ومرتبط بمنظمة الصحة العالمية وعمان من الدول تقريبا القلائل اللي داخلة في هذا الموضوع، ولكن ما زال في مجال واسع يعني لتطوير هذا النظام. نعم. دكتور، هذه الفعالية تقام للمرة الأولى في السلطنة؟ هي طبعا تقام للمرة الأولى في السلطنة، وحتى أعطي تاريخ بسيط عن هذه الفعالية. في شهر 3 من السنة هذه عقد اجتماع في ألمانيا في مدينة بون الألمانية وبحضور معالي الوزير، وهو اجتماع وزاري خاص بسلامة المرضى. خلال الاجتماع هذا وطبعا حضر معالي الوزير الاجتماع هذا بدعوة من وزير الصحة الألماني مع مجموعة من وزراء الصحة دول العالم، وخلال الاجتماع هذا تم تدشين التحدي العالمي الثالث الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية واللي حاليا نتكلم عنه واللي هي تطبيب من دون أضرار. نعم. خلال التحدي هذا، إطلاق التحدي في شهر 3، المنظمة لديها 6 مناطق إقليمية، فعلى كل منطقة إقليمية أن تقوم بتدشين هذا التحدي أو بإطلاق هذا التحدي في إقليمها. فعلى سبيل المثال إقليم دول شرق المتوسط والذي يتكون من 22 دولة والسلطنة عضو في هذا الإقليم. وثقة من منظمة الصحة العالمية في النظام الصحي في السلطنة ولله الحمد تقدمت بطلب تدشين هذا التحدي في السلطنة. وطبعا الإقليم إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم
بتدشين هذا التحدي، والسلطنة هي الدولة الوحيدة التي استضافت هذا إطلاق هذا التحدي ولله الحمد لمنطقة دول الشرق المتوسط. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد بن سالم المنظري، استشاري أول في طب المجتمع والصحة العامة، على هذه الوقفة السريعة معنا حول إطلاق التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط هنا في السلطنة. شكرا جزيلا دكتور أحمد. شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. حصلت الطالبة خديجة بنت أحمد البلوشية على درجة الدكتوراه من كلية التربية، وذلك عن دراستها التي جاءت بعنوان أثر التدريس بالاستراتيجيات المحفزة للتشعب العصبي في التحصيل والاحتفاظ بالتعلم في مادة العلوم وتنمية التفكير الابتكاري والناقد وسعة الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف الثامن الأساسي في سلطنة عمان. لمزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة يسرنا أن تكون معنا طالبة الدكتوراه خديجة بنت أحمد البلوشية. دكتورة خديجة مساء الخير وأهلا بك معنا في أنوار. أهلا وسهلا بكم، أحب أن أشكركم على إعطاء هذه المساحة من برنامجكم، وأقدر لكم اهتمامكم لكل إنجاز يتحقق على هذا الوطن المعطاء. الله يسلمك دكتورة. الجميع. بداية دكتورة، أنت تعملين في التربية وفي الإشراف التربوي، وأكيد هذه الدراسة جاءت بناء على معطيات في واقع عملك، فحدثينا عن اختيارك لهذا الموضوع. نعم، حقيقة مثل ما ذكرتي أخت نايلة، نعم عملت كمعلمة وكمشرفة أيضا. نعم. فاستقيت أهداف هذه الدراسة من واقع الخبرة التي مريت بها. نعم. فسواء كان في الإشراف أو في التدريس. نعم. ووجدت أنني وأيضا المعلمين يحتاجون إلى طرق نستطيع من خلالها أن نزيد من انشغال الطالب في المواقف الصفية. نعم. ويزيد بذلك أدائهم، لذلك بحثت في الأدبيات وأيضا في الأطر النظرية، وتوصلت إلى هذه الاستراتيجيات التي تم ذكرها في العنوان التي قد تساعدني لسد هذا الاحتياج لسؤالي أو للمعلمين. نعم، حدثينا عن أهداف الدراسة دكتورة خديجة. نعم، هذه الدراسة تستهدف بشكل عام أنها تستقصي استغلال الطلبة إمكاناتهم العقلية الكامنة، فلا شك أننا كبشر لدينا إمكانات وطاقات عقلية لا نستخدمها ونحتاجها كثيرا ما نحتاجها، وخاصة في المقاعد الدراسية. نعم. فكان هذا الهدف العام لهذه الدراسة، وطبعا ثم بعد ذلك بعد اختيار الاستراتيجيات بحثت عن متغيرات تحقق أيضا وتتناغم مع هذه الاستراتيجيات، فجاءت المتغيرات طبعا اللي تم ذكرها كالتحصيل وسعة الذاكرة وأنواع التفكير. نعم. نعم. طيب، من النتائج التي توصلت إليها والتي يمكن فعلا أن تساعدك وتساعد المعلمين في تحسين عملية التعلم؟ نعم، حقيقة نتائج هذه الدراسة كانت متفاوتة بين هذه المتغيرات الكثيرة، وأيضا كانت مثيرة. فمثلا لو ركزنا على التحصيل الدراسي، نجد أن الطلبة في المجموعة التجريبية، وعذرا نسيت أن أخبركم أن المجموعة انقسمت إلى ثلاث مجموعات، مجموعة قد تم تدريسها بالاستراتيجيات وكان عملهم ذهنيا، ثم الأداء كان يبرز في الأوراق أو عن طريق العرض، ومجموعة تجريبية حاسوبية تم إدخال الحاسوب فيه لأعرف مدى تداخل استخدام الحاسوب مع هذه الاستراتيجيات، ومجموعة كما ذكرتها ضابطة لم يدخل فيها أي معالجة جديدة. فالنتائج كانت متفاوتة بين هذه المجموعات الثلاثة. بالنسبة للتحصيل الدراسي تفوقت المجموعة التجريبية الحاسوبية، وهذا كان مثير أيضا. هنا نجد أن أثر الحداثة قد أثر في هذه الاستراتيجيات أيضا، ولذلك مستواهم في التحصيل كان أفضل، بينما في الاحتفاظ بالتعلم والذي يركز على مدى ما أبقاه الطالب من المعلومات كانت المجموعة الذهنية التجريبية الذهنية هي الأفضل. بينما في الاختبارين، سأذكر الاختبار الابتكاري وسعة الذاكرة البصرية والمكانية مع بعض لأنه
لأن نتائجهما كانت متقاربة، وأيضا الاختبارين تركيبتهما متشابهتين. نعم. متشابهين لأنهما يعتمدان على المخططات والتمثيلات البصرية. نعم. وكانت نتائجهما لصالح المجموعات التجريبية، المجموعتين. نعم. الذهنية والتجريبية. نعم. نعم. أما بالنسبة للتفكير الناقد وسعة الذاكرة اللفظية فهما أيضا الاختبارين اعتمد على القدرة اللفظية لدى الطلاب. نعم. فلم تكن هناك نتائج لصالح المجموعة التجريبية، وإنما تساوي المجموعات الثلاثة في الأداء. نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة خديجة بنت أحمد البلوشية، مشرفة عامة للمجال الثاني بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. نتمنى إن شاء الله هذا البحث التربوي أن يثمر في رفع مستوى تحصيل طلابنا. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتورة خديجة. شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أنوار، وسنلتقيكم يوم السبت مع أخبار جديدة عن جامعة السلطان قابوس. هذه تحيات مروة بنت حمد أمبو سعيدية في الإعداد، نايلة بنت ناصر البلوشية في التقديم، منى بنت سالم المسلمية في الإخراج، وتحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.